أصدقائي شلونكم؟ اليوم طالعين إحنا البروتانة ويلا ويانا، أتمنى لكم مشاهدة رائعة ومسلية. هذا مدخل الحديقة. هاي عربات تفتر داير ما داير الحديقة. وهاي حلبة سباق سيارات. هاي ألعاب الأطفال. وكل هنا تماثيل مثل ما تشوفون، شوفوا هاي مثلا هذا التمثال، وكو بعض التماثيل حلوة. وهنا بياض الثلج والأقزام السبعة مثل ما تشوفون. وهنا منو هذا؟ شرشبيل. وهذول السنافر، هذا سنفور نعسان نايم جو الشجرة، وهذا هرهور المخروع، وذاك هو شرشبيل، وهاي سيدة حكيمة شوفوا، وهذا كاسبر، وهذا باباي، وهاي زيتونة، هاي زيتونة، وهذا بينوكيو، وهذا صانعة، وذيك الجنية الطيبة، وهذا جحا راكب حمارة بالعكس. هاي دي وهذا جتها وهذا الكلب مالتهم. هاي ألعاب للأطفال همينة، هاي همينة ألعاب ثانية، هاي همينة وحدة، ومنها أكو بحيرة. شوفوا هاي، ذاك البحر وذيك السفن بعيدة كلش. Thank you.
نزل اسدين، هذا اسد منه، وهاي البنية واقفة فوق، وهذا الاسد الثاني. وهنا انتهت جولتنا بالحديقة. لا تتأخروا، لايكات، شيرات، سبسكرايبات، كومنتات حلوة، باي بايات.